دائما قبل المنخفضات الجويه او قبل الفعاليه الرئيسيه في المنخفض الجوي بس في بيكون في عندنا شيء ما يسمى بمقدمه منخفض جوي، عاده يعني ما تحصل به هطولات عشوائيه، يعني تتشكل بعض السحب في نطاقات مختلفه شمال وسط جنوب مرات شرق. يوم الامس يعني ما قبل بدايه المنخفض الجوي كان هناك بعض الحالات او التشكلات السحب العشوائيه كما شاهدنا تساقطات ثلجيه كانت في المنطقه الجنوبيه، لكن مع بدايه الرئيسيه للحاله الجويه التي بدات حوالي الساعه الثامنه انتظمت الهطولات في المنطقه الشماليه والوسطى ولاحقا الجنوبيه، وهو هذا النمط الرئيسي لهذه الحاله الجويه. لكن ما قبل بدايه المنخفض الجوي كانت هناك بعض الهطولات العشوائيه المتقطعه، يعني احنا لاحظنا ما قبل الساعه الثامنه يوم الامس ما كان في استمرار بالتساقط، كانت الحالات متفرقة أو التساقطات الثلجية متقطعة متفرقة، لكن انتظم الهطول بدءا من شمال ووسط المملكة بدءا مع الساعة الثامنة واستمر حقيقة لساعات طويلة طوال الليل كما هو كان متوقع. يعني طول الليل تقريبا لم تتوقف التساقطات الثلجية تحديدا على المنطقة الوسطى.